كانت مجموعة تلعب بخيارات الشعب. كانت فرنسا تدي المشاريع تحت الطاولة، لي نيغوسياسيون ماشي وفق قوانين الجمهورية. وأتمنى في هذه الرئاسيات نتحد جميعا من أجل جزائر منتصرة. هذا هو الشعار، جزائر منتصرة. احنا نروح ونجيو، ولكن الجزائر تبقى مستقرة آمنة. مترشح عبد المجيد تبون تعهد ب 54 تعهد، تعهد فوفى بعدما انتهينا من جائحة كورونا. تقريب في العهدة نتاعو كلات تقريب عام ونص كذا كلها، لكن في هذاك الوقت وللتاريخ أرادوا البعض أن يدينا المديونية. لما تروح المديونية يصبح القرار السياسي ماهوش في يدك، يصبح القرار السياسي ماهوش في يدك. قال لا، ناكلوا التراب نتاع بلادنا وما نروحش نسلف على الكافر، ما نسلفوش، نريحوا، ما نديروش الديون على الأجيال القادمة. عاشوا ولادنا بالكسرة، والدينا بالكسرة، عاشوا بالتمر، عاشوا بدير الغودة اللي ما يعرفوهاش بلاك، عاشت الناس، ولكن قعدوا حاكمين في القيم نتاعهم والمبادئ نتاعهم على هذه الأرض وهذه البلاد. ربي خلقنا في الأرض هذه، حبانا بالخيارات هذه، هو ملك هذا الشيء، ملك للشعب الجزائري. فإن اللي عبث بالمال هذا اللي هو مال الشعب يخلص في الدنيا قبل الآخرة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.